تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. آخر تقرير للأمم المتحدة أكد أن الفجوة الرقمية بين مختلف دول العالم كبيرة، لكنها بدأت في التقلص، وفي الوقت الذي تساهم فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النمو الاقتصادي، تبقى دول أخرى تعمل ما بوسعها لتعزيز ثقافة الإعلام. تخيلوا أنه في الوقت الذي يستخدم فيه العالم الهواتف الذكية، يبقى الكثيرون يحلمون بامتلاك التلفزيون الذي قد يكون مصدراً مهماً لنقل المعلومة والتربية أيضاً. في هذا التقرير سنشاهد كيف يمكن للإذاعة أن تكون البديل. عبر موجات هذه الإذاعة والتي تقع في هريانا شمالي الهند، يقدم المذيع سراب برنامجه جالي جالي سمسيم، والذي يستند في فكرته على البرنامج الأمريكي سيزام ستريت، برنامجه تعليمي تثقيفي. البرنامج يعتبر أيضا فرصة لتبادل الأفكار بين الأولياء والأطفال. لأول مرة تكون للناس فرصة الاستماع لبرنامج كهذا، فالتلفزيون غير متوفر للجميع، والمجتمع المحلي لديه فرص قليلة جدا لمشاهدة البرامج والأفلام وحتى الاستماع إلى الإذاعة. برنامج سراب يتمتع بشعبية كبيرة، وهو ما جعل الحكومة تعتمده في مختلف المقررات الدراسية. أستمع للبرنامج بشكل يومي، وذلك برفقة أختي وأخي وكل العائلة. لقد تعلمت أنه عند العودة من المدرسة علي مساعدة أمي واحترام الأكبر مني سنا. برنامج جالي جالي السمسيم هو جزء من مشروع طموح يهدف إلى سد الفجوة التعليمية بين المدن والمناطق الريفية في الهند، حيث يعيش الغالبية من السكان، والهدف دائما واحد، وهو تعليم ملايين الأطفال. الأطفال يستجيبون للمحتوى بشكل مختلف عن الكبار، فهم يستمعون للبرنامج دون رؤية الصور، ما يجعلهم يتخيلون شخصيات وهمية، ومن خلال الاستماع للبرنامج يتعلمون بشكل تلقائي الكثير من الأشياء. الإذاعة وسيلة مهمة وفعالة أيضا، ليس فقط للوصول إلى مجتمع معين، بل لربط المجتمعات المحلية بباقي أرجاء العالم. خلال 3 سنوات تمكن البرنامج من استقطاب اهتمام 1.4 ملايين شخص، ووفقا للنتائج الأولية فإن 30% من المستمعين أكدوا أنهم شهدوا تحسنا في المستوى التعليمي لأطفالهم. تعتبر الإكوادور من أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية بفضل قطاعي الزراعة والنفط، لكن المهنيين من الشباب يبحثون بشكل متزايد عن التكنولوجيات الحديثة. في إحدى الجامعات يتم اعتماد أدوات التعليم الإلكتروني، وذلك بهدف مواكبة المستوى العالمي. مدينة ريومبامبا في الإكوادور مدينة بها عدد كبير من السكان، واقتصادها يرتكز على الإنتاج الزراعي، لكن هذا ليس كل شيء، فالتعليم أساسي هنا، ودليل ذلك الجامعات في كل مكان. وفي هذه الجامعة اعتمد الأستاذ إدواردو فيا منذ حوالي 10 سنوات أحدث تقنية المعلوماتية في تقديمه الدروس للطلبة. لقد بدأنا باستخدام الوسائط المتعددة منذ عام 2000، ومنذ بداية العملية أصبح بإمكاننا التحدث عن التعلم إلكترونيا. قمنا بتطوير برامج أجهزة الوسائط المتعددة للتمكن من تقديم دروس في قسم افتراضي. إدواردو أكد ضرورة توفر 3 أمور لإنجاح التعليم الافتراضي، وهي حب التعليم والمختبرات وإبداع الأساتذة والتلاميذ. الأستاذ فيا يقدم أيضا دروسا افتراضية، فهو يؤمن بهذا النوع من التعليم ويثق في نجاحه. التلاميذ يستخدمون الانترنت والبرامج المتطورة التي تساعدهم في التعليم.
هذه البرامج وسائل سهلة لتنظيم عمل الطلبة، وكذلك بإمكانهم البقاء متصلين مع الإنترنت. كما تسهل هذه البرامج على الأستاذ العمل بطريقة تجعله على تواصل دائم بمجموعات العمل المستقلة. الطلبة أيضا يتعاونون فيما بينهم، كما أنهم متحمسون دائما للدروس الافتراضية. ما أحبه في هذا النوع من التعليم هو أن وسائله سهلة الاستخدام، كما أنها تقرب بين الأستاذ والطلبة، فالمسافة لم تعد عقبة بينهما. بإمكاننا التواجد أينما نشاء، لكننا نستطيع العمل. المعلم ليس مجبرا على تقديم الدروس في الفصل. التعليم الافتراضي يحسن قدرات الطلبة ومعارفهم، وعمل الطلبة يكون متاحا دائما على شبكة الإنترنت، ما يتيح التعاون بطريقة أفضل مع الطلاب وزيادة نسبة فهمهم للدروس. الكثير منا لا يزال يتذكر جديه عندما كانوا يقرؤون له القصص الجميلة، لكن حاليا بإمكاننا أن نعثر عليهم وهم يتصفحون الإنترنت، ولما لا المشاركة في المنتديات وتبادل الرسائل مع أصدقائهم. وإذا كنتم تعتقدون أنني أبالغ، دعونا نلقي نظرة على هذا التقرير. في مدينة كوناس بكوستاريكا تعيش السيدة سوروكو، والتي تبلغ من العمر 72 عاما. لديها عائلة كبيرة، 17 حفيدا وستة آخرين من أبناء الأحفاد. قد يبدو الأمر غير عادي، لكنه حقيقي، فسوروكو تعلمت كيفية استخدام الإنترنت، وهي تؤكد أن الوقت ليس متأخر لنتعلم أشياء جديدة. في البداية كنت أخاف الحاسوب، كانت لدي فكرة أنني قد أكسر الجهاز في حال لمسته، لكن معلمي أعطى لي الكثير من الثقة، وبعدها قلت يجب أن أطبق الآن. اعتقدت في البداية أنني لن أتعلم أبدا، لكن خطوة بعد خطوة حتى انتهى الدرس. تغيرت حياة السيدة سوروكو عندما أتت إلى المركز المحلي في كناس. فهنا في هذا المكان يحاول كبار السن كسوروكو تعويض الوقت الضائع، فهم يتعلمون برامج إعداد النصوص، كما يتعلمون كيفية تصفح الإنترنت، كما بإمكانهم أيضا فتح مواقع الويب الخاصة بهم. أحب كتابة النصوص، لأنني أستطيع كتابة ما أريد، وخارج هذا أستطيع أيضا اكتشاف مناطق كوستاريكا التي لا أعرفها. ألقي نظرة أيضا على الأنهار والجبال، هو حقا شيء جميل. في هذا المركز المحلي يتحصل حوالي 20,000 شخص على شهادات. الطلبة يتم مرافقتهم من طرف أساتذة مؤهلين، فالحكومة تمنح منحا دراسية للطلبة من العائلات الفقيرة، كما تم إدماج تعليم المسنين. لقد عملنا مع مسنين وهم يتعلمون بسرعة، فالعمل مع الشباب أكثر صعوبة، وذلك لأنك تجد عددا كبيرا منهم يعرف الكثير من الأشياء، فيما لا يعرف آخرون الأشياء البسيطة. لكن بالنسبة لكبار السن فالكل له نفس المستوى، وما تريد أن تلقيهم به الكل يقوم به. العديدون من كبار السن كسوركو لم يروا حاسوبا من قبل، ولم تكن لديهم أي فكرة أيضا عن الفيسبوك أو تويتر وحتى صفحات الويب. بمجرد إدراكهم أنهم قادرون على استخدام الحاسوب فذلك يشجعهم ويجعلهم يواصلون التعلم، فالبعض لا تسمح له الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة التعليم في الماضي أو استخدام الحاسوب، ولكن بفضل كل هذا سيشعرون أنهم يستفيدون ويفيدون. الفجوة الرقمية في كوستاريكا تقلصت في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل مختلف المراكز المحلية التي تم بناؤها، كما يتوقع تشييد المزيد في مختلف أرجاء البلاد. والآن نلقي نظرة على بعض التعليقات الواردة لدينا، كهذه التغريدة والتي تقول: في كثير من الأحيان الأمور تسير في اتجاه واحد، الدول المتقدمة تعتقد دائما أنها الأفضل في مجال التكنولوجيات الحديثة، في حين أن الأخيرة تساعد كل واحد في التعبير عن موهبته. إلى اللقاء. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.